تلتمس وحرائرها. إذن بدون وحرائرها. إذن بدون إطالة الآن مأدبة فطور نظمها السيد رئيس الجمهورية على شرف نساء الجزائريات والمكرمات بحضور سيد الوزير الأول والسيد مستشار رئيس الجمهورية، فلتتفضل. وفي الوقت الذي نشيد فيه بتضحيات المرأة الجزائرية، سنمضي بعون الله إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها تعزيزا لمكانتها، خاصة في مجال التمكين السياسي والاندماج الواسع في مسارات الإنعاش الاقتصادي وترجمة مبدأ المناصفة، في تولي المسؤوليات والمهام الرفيعة وتوفير كل ضمانات الحماية من جميع أشكال العنف. قانون عمره ما حقرها، وخاصة بكري بون كانت عندها ليغاليتي في الخدمة اكسترا، ما نحقروش حنا المرأة تخلص كيما الراجل. ودقا حتى في السياسة الإرادة السياسية كمان كانت قوية باش تدخل المرأة للسياسة. لولا هذه الإرادة السياسية ولا ربما مدام بن عبو ما يش لعب دور كعضو في المحكمة الدستورية. دونك هذا تخلي الناس دابور بدينا نفيقوا باللي المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع.